بيان العبور الثاني رقم 13. بسم الله، باسم مصر وباسم شعبها العظيم، جيش مصر، لقد تشرفت بالعمل مع العديد منكم لسنوات طوال، فليس خطابي لكم سوى حديث من أخ لأخيه، واحذروا أن يضلكم توجه القيادة، فإن القيادة تعلم علم اليقين بعملي لأكثر من 12 عاما مساعدا ومكملا لدوركم في حماية الأمن القومي المصري، فلست موجها ولا ممولا، وإنما يدفعني إيماني برسالتكم أن أقدم لكم نصحي، فعواقب المؤامرة ستقضي على الأخضر واليابس في هذا البلد، وإنه لمن الضروري أن نتصارح بشأن وضع الجيش ومكانته في نفوس المصريين. عاشت مصر آلاف السنين داعمة ومؤيدة لجيشها، ولم يحقد المصريون أبدا على إخوانهم في الجيش لمكانة أو لتمييز مادي أو معنوي، ولكن اليوم أصبح تمييزكم عن باقي طوائف الشعب يهدد بصدام محقق. نسأل الله أن ينقذ مصر وشعبها خطره وعواقبه. إن مخطط إسقاط مصر قديم وليس بغريب، ولكن الخوف كل الخوف أن هذا المخطط رسمه أعداؤنا في الخارج وينفذه مصريون وبأيدي قيادات مصرية، ويضم المخطط 5 محاور تهدف أن يكون الشعب المصري بلا تعليم، بلا ثقافة، بلا صحة، بلا جهاز إداري، وبلا جيش. وبعدما ظهر لنا جليا تنفيذ المحاور 4 الأولى على يد نظام مبارك وأعوانه، فاليوم نرى توجه السيسي لتنفيذ المحور 5، وهو إسقاط الجيش المصري من خلال 2 خطوات. أولهما أن يهمل الجيش مهامه القتالية ويتجه نحو الاقتصاد، ويدير لواءات الجيش الشركات والمؤسسات الاقتصادية، فيتحولون من جنود إلى رجال أعمال، ويفسد المال نفوسهم وعقائدهم وما أشبه ذلك بنكسة 67. وثانيا أن يتميز الجيش عن باقي طوائف المواطنين، فيحقد الشعب على الجيش، ويصبح الصدام أمرا واقعا يودي بكارثة لن ينتفع منها سوى اليهود، فانتبهوا أيها الإخوة. إن الشعب المصري بدون استثناء يحترم ويقدر كل أفراد القوات المسلحة، ويفخر بكم وبفدائيتكم في حماية مصر وشعبها، ويعلم الشعب حجم الضغوط التي تواجهونها من القيادة السياسية والعسكرية كي يضمنوا ولاءكم، بل ونعلم عن المحاكمات والاغتيالات التي ارتكبها السيسي ونظامه في حق أبناء القوات المسلحة، ونعلم بمن تم سجنهم لمعارضته نظامه الفاشي القائم على التمييز ضد أبناء القوات المسلحة من هذا الوطن. واعلموا أن شعب مصر لن يسامح السيسي ونظامه على قتل شباب مصر وسجن ما يزيد عن 80,000 منهم، بل ولن يسامحه على إفساد اقتصادها وتبديد مواردها والتمييز بين طوائفها، فاحذروا أن تدفعوا أنتم ثمن هذا الخراب. ورغم أننا فخورون بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، إلا أن إسناد السيسي مشروعات الدولة للقوات المسلحة بالأمر المباشر فساد إداري ومالي صريح، وخطأ في حق الجهاز الإداري للدولة، والذي فشل السيسي نفسه في هيكلته وتحسين أدائه، بل وتصالح مع المفسدين الذين بددوا ثروات هذا البلد. وأود أن أحذركم أنه لو قامت ثورة الفقراء فستدفعون أنتم ثمن تمييزكم عن باقي طوائف الشعب، فعندها لن يفرق الشعب بين كبير وصغير. ضباط مصر وجنود مصر البواسل، ليست هذه رسالة تحذير بل رسالة نصح،
فاحذروا أن تعمي امتيازاتكم أعينكم عن الحقيقة، واحذروا الغرور فإنه بداية الهزيمة، واعلموا أن الجيش ملك لمصر وشعبها، ولا فضل لمؤسسة أيا كانت على مصر أو شعبها العظيم، فشعب مصر يحتضن الجميع. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.